ارتفع حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة بنحو 38 مليار و100 مليون درهم خلال العشرة أشهر الأولى من العام الماضي 2022 وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي، والتي أظهرت أن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي التجارة والصناعة وصل إلى 721 مليار و700 مليون درهم في نهاية أكتوبر الماضي، مقابل نحو 683 مليار و600 مليون درهم في ديسمبر 2021، بزيادة نسبتها 15%.